السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم معاكم في كل الأمور الخاصة بالرياضة المصرية بشكل عام، وأيضا النادي الأهلي بشكل خاص. زي ما حضراتكم عارفين بكرة إن شاء الله هيكون يوم مهم جدا في مشوار النادي الأهلي الكروي للموسم الجديد 2019-2020، والمؤتمر الصحفي للمدير الفني السويسري الجديد ريني فايلر. أكيد طبعا هنتكلم وهعرف حضراتكم كل الأمور الخاصة بالمؤتمر الصحفي، لكن بكرة إن شاء الله هنكون معاكم على الهواء مباشرة من النادي الأهلي في الجزيرة من مقر المؤتمر الصحفي، وهنكون معاكم على الهواء مباشرة علشان ننقل ليكم فعاليات المؤتمر وننقل لحضراتكم كل التقديم الخاص بالجهاز الفني، سواء مدير فني أو مدرب أحمال، مدرب حراس مرمى، مدرب مساعد، كل الطاقم هيكون موجود وأكيد في حضور مجلس الإدارة. ما فيش شك طبعا أن نادي الأهلي نادي كبير، نادي عريق. خلينا كده نتكلم بصراحة شوية ونقول ان النادي الاهلي اي مدير فني موجود ايا كان مين هو او ايا كان مين اسمه، اعتقد ان هو عنده كل المقومات اللي بينجح فيها مع النادي الاهلي. علشان كده دايما بحب ان انا اتكلم وبقول ان يعني دايما بنراهن على لعيبة النادي الاهلي، دايما بنراهن على الروح اللي موجودة في الفانيلة الحمراء. علشان كده دايما بيكون ترمومتر النادي الاهلي في لعيبته اللي موجوده. مدير الفني اللي موجود هو يعني مساعد قوي في اكيد امور فنيه كثيره وعديده ومن تطوير اداء لعيبه، لكن تخيلوا حضراتكم لو مدير فني يعني كفء واللعيبه غير كفء واللعيبه غير مؤهله فنيا واللعيبه غير مؤهله بدنيا واللعيبه عندها بعض النواقص الفنيه، اعتقد ان هيكون فيه خلل كبير. طبعا لو اللعيبه اللي موجوده على اعلى مستوى والمدير الفني يعني هنقول متوسط ممكن الامور تمشي، لكن تخيلوا حضراتكم ان يكون في مدير فني كفء ويكون في لعيبه كفء، اعتقد ان الموضوع هيمشي بشكل رائع جدا. تجربه رائعه، تجربه ممتازه، تجربه محترمه، مدير فني سويسري، اعتقد ان اول مره يكون في مدير فني او مدرسه سويسريه موجوده في النادي الاهلي. مدرب صغير في السن، مدرب يعني عنده طموح، عنده أحلام، ودايما يعني إحنا في ظهر النادي الأهلي، يعني فما بال حضراتكم إن إحنا دايما بندعم اختيارات المدير الفني للمنتخب، بنقول إحنا وراه في اختياراته، لكن لما يخفق هنقول وهنعترض وهننتقد. فما بالكم بالنادي الأهلي اللي إحنا يعني الخير كله اللي بيجي لنا بيجي لنا من وراء اسم النادي الأهلي، واللي دايما هو اللي بيحطنا في مكانة كبيرة جدا، والجمهور النادي الأهلي دايما عارف إن إحنا لازم نقف في ظهر سواء مجلس الإدارة أو سواء المدير الفني والجهاز الفني وأيضا اللعيبة. لما بيكون موجود أو لما بيكون مطلوب مننا نحن ندعم بندعم. فعشان كده أنا مبسوط جدا بالتفاعل اللي حصل النهاردة من قبل جمهور النادي الأهلي والهاشتاج اللي تم التداول ما بين الجمهور بينهم وبين بعض. طبعا يعني حاجة مشرفة جدا الهاشتاج مكتوب فيها جمهور الاهلي يساند فايلر، ده كان بيتصدر تويتر، فانا مبسوط جدا من رد فعل جمهور النادي الاهلي على تعيين المدير الفني وعلى انه كله ثقه بالمجلس الاداره ولجنه التخطيط ولجنه التعاقدات، سواء امير توفيق او الباشمهندس خالد مرتجي اللي خلصوا التعاقد مع المدير الفني، وبالتالي كلنا عندنا ثقه ويقين ان الراجل يكون عنده كل الدعم علشان ينجح مع النادي الاهلي. يعني اكيد طبعا ما دام خلاص وقع الاختيار على المدير الفني ريني فايلر يبقى كلنا ساندين داعمين، وده عرف في النادي الاهلي وعرف عند الجماهير وكل الجماهير عارفه المعلومه دي، ان اول لما بيتم الاختيار خلاص الموضوع خلص، لازم نساند ولازم ندعم، مفيش حل تاني غير كده. وبالتالي انا مبسوط ان الهاشتاج النهارده كانت موجوده ومتصدره على تويتر على مساندة جمهور النادي الأهلي لريني فايلر المدير الفني. طبعا محدش أبدا أبدا يعني ينكر الدور اللي كابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان أضافوه للقطاع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة السابقة. الفترة السابقة يعني أدوا بكل جهد موجود عندهم
ولحد اخر نقطه عرق موجوده لحد ما خلصوا مهمتهم بنجاح. كابتن طارق سليمان واللقطه الجميله جدا لحراس مرمى النادي الاهلي، وان هم بيودعوه على طريقه احترافيه، يعني بيودعوه وبيشكروه على المده اللي قضاها معاهم في النادي الاهلي. ايضا الكابتن محمد يوسف، كلنا شفنا ردود الافعال من قبل الجماهير ومن قبل اللعيبه. واحنا هنا كمان بنشكر الكابتن محمد يوسف شكرا جزيلا، واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من يعني الرجاله اللي دايما عمرهم ابدا ما بيبخلوا على النادي الاهلي، واي مكان وفي اي وقت النادي الاهلي بيطلبه بيكون موجود ويلبي احتياج ويلبي نداء الخاص بالنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا ابنائه كتير جدا موجودين في كل مكان، لكن لما النادي الاهلي دايما بينده او لما النادي الاهلي بيقول انا محتاجك دلوقتي، كله بيسيب اللي في ايده وبيروح يلبي النداء. ده حاجه بتبقى في الجينات، حاجه بتبقى في الوراثه، احنا مش يعني حاجه اوت اوف كنترول، حاجه احنا خارج التحكم الارادي بتاعنا تماما. دايما الاولويه للنادي الاهلي، وبالتالي كابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان. وايضا عايز اشكر يعني احد الجنود المجهوله اللي كانت متالقه خلال الفتره الاخيره في الجانب الطبي، حسين عبد الدايم مخطط الاحمال للنادي الاهلي اللي كان موجود من ايام كارترون ومن ايام ليندمان. النهارده بيتم التوجيه الشكر ليه رسميا علشان يغادر قلعه النادي الاهلي مؤقتا. حسين عبد الدايم نفس القصه، ممكن مستقبلا ان شاء الله يكون موجود، لكن حسين عبد الدايم واحد من الرجاله المخلصه اللي ادوا دورهم على اكمل وجه واللي كل اللعيبه بتشيد بيه. وزي ما حضراتكم عارفين كان عنده دور كبير جدا خلال الفتره الماضيه في تاهيل اللعيبه، لكن رؤيه الجهاز الفني الجديد بالاستغناء عنه خلال الفتره الحاليه. كل الدعم للجهاز الفني ولمجلس الاداره وللعيبه، ثلاث عناصر مهمين جدا من عناصر اللعبه. احنا الجمهور، وانا اللي بتشرف ان انا اكون واحد من الجمهور، نكون داعمين للثلاث عناصر اللي قلت لحضراتكم عليهم، مجلس الاداره وللجهاز الفني الجديد وللعيبه. ثلاث عناصر مهمين جدا بيكملوا بعض، وفي الاخر لازم يحصل ما بينهم توافق واتفاق علشان يطلعوا احسن حاجه موجوده عندهم. زي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله في الساعه الواحدة ظهر الاثنين هيكون في مؤتمر صحفي لاعلان كافه التفاصيل الخاصه بالتعاقد مع المدير الفني الجديد ريني فايلر، المدير الفني للفريق الاول لكره القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون الخاص به واللي هيكون مساعد ومخطط احمال ومدرب حراس مرمى. بكره ان شاء الله يعني زي ما قلت لحضراتكم كابتن سيد موجود في منصبه كمدير كره او سبورت دايركتور، والمنصب ده اكيد مهم جدا في عالم كره القدم. عشان بس نوضح للساده المشاهدين، يعني انا نفسي كده في مره اتكلم على منصب السبورت دايركتور وايه الواجبات، وعشان تعرفوا مدى اهميته. هنا في مصر معروف بمدير الكوره، لكن بره هو معروف بتايتل او بمنصب سبورت دايركتور، زي ما بنشوف ليوناردو في باريس سان جيرمان، زي ما بنشوف باولو مالديني في اي سي ميلان. يعني المنصب ده موجود لكن بمسمى مدير الكره. فبالتالي كابتن سيد والكابتن سامي قمصان ان شاء الله هيكملوا المسيره مع الجهاز الفني الجديد. الكابتن سامي قمصان مدرب مساعد، وهو عنصر مهم جدا مع الجهاز الفني الجديد لمعرفته بكافه التفاصيل وكافه اللاعبين اللي هيحتاج المدير الفني في البدايه انه يعرف كل صغيره وكبيره عن الفريق علشان يبدا مشواره الفني، سواء ببطوله افريقيا ان شاء الله او ببطوله السوبر المحلي امام نادي الزمالك. محمد الشناوي يكتفي بجلسه جيم، ده الخبر الثاني اللي موجود معانا بعد المؤتمر الصحفي على طول. محمد الشناوي حارس الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ادى جلسه في الجيم وتدريبات تاهيليه خفيفه للتخلص من حاله الاجهاد العضلي على ان يعود غدا للمشاركه بصوره طبيعيه في مران الفريق الجماعي. وادى حراس الفريق تدريباتهم مساء اليوم وشاركوا في الجزء الخاص بتدريبات الكره، وواصل الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهه كانو سبورت الغيني التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا. زي ما قلت لحضراتكم هاشتاج جمهور الاهلي يساند فايلر ده يتصدر تويتر. اتبسطت جدا من الهاشتاج ده، واتبسطت اكتر ان جمهور الاهلي دايما واعي، وجمهور الاهلي دايما ما بيكونش
يعني ما حدش يقدر يحركه، ما حدش يقدر يتحكم فيه، وما حدش يقدر ان هو يلعب في دماغه، ما حدش يقدر يملى دماغه ابدا. هو دايما بيكون مقتنع، ودايما بيكون عنده ثقه في لعبته، ودايما اختياره الفني بيكون كويس. على فكره يا جماعه، موضوع المدير الفني ده يعني شفناه كتير جدا مع النادي الاهلي، وشفنا نجاحات مع مدربين قبل كده كانوا موجودين. وزي ما قلت لحضراتكم، طبيعي جدا اي اسم، حتى لو انا كنت موجود مدير فني في النادي الاهلي انجح. طبيعي يا جماعه، واحد نادي بيوفر كل الامكانيات اللي مطلوبه للمدير الفني. لكن احنا بالنسبه لنا النجاح ده عادي، لكن احنا عايزين الاعلى من النجاح، الامتياز. 4 من 4، كل البطولات، افريقيا، دوري وافريقيا وسوبر افريقي وكاس وسوبر محلي، 5 من 5، علشان هو ده النجاح الحقيقي اللي بالنسبه لنا كجمهور اهلي نكون مبسوطين ونكون ساتسفايد، نكون عندنا اشباع من البطولات. وعلشان عايزين نعوض الجاب اللي موجود بيننا وبين ريال مدريد، 27 بطوله مقابل 20 بطوله. الموسم ده عايزين بطولتين، نبقى 22 بطوله، وهكذا. ونحاول ان احنا نلم الجاب اللي موجود، او نلم الفارق اللي موجود بيننا وبين فريق ريال مدريد. عشان كده بقول لحضراتكم، جمهور النادي الاهلي طبعا دشن هاشتاج بعنوان جمهور الاهلي يساند فايلر، واللي سرعان ما تصدر الترند في مصر بعد ما شهد مشاركه عشرات الالاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر جمهور الاهلي دعمهم للمدير الفني الجديد في مهمته بقياده الفريق الاكثر تتويجا بالبطولات في العالم، مطالبين اياه بحصد الالقاب وكتابه سطر جديد في تاريخ القلعه الحمراء، خصوصا انه في سن صغير ولديه طموحات كبيره. يعني 45 سنه اعتقد ان اول مره نشوف مدير فني في النادي الاهلي في سن صغير، وده يعني بالنسبه لنا حاجه، فكر جديد يحترم، وفكر هو السائد زي ما حضراتكم شايفين. كمان يعني الراجل مش بس مدير فني، ده نجم سينمائي كمان، يعني حاجه راجل كده فيري بريزنتبل، وواجهه مشرفه يعني واجهه اعلاميه مشرفه. فانا بقول لحضراتكم، ده مش مدير فني بس، ده نجم سينمائي كمان. فطبعا يعني ومعروف عن السويسريين بقى، يعني طبعا انا بهزر يعني، لكن الاناقه والشياكه والرقي. سويسرا بلد الشوكولاتات، وبلد الساعات، وبلد التنس، فيدرر. فاحنا بنتكلم على مدرسه اوروبيه محترفه، اول مره ان شاء الله تكون موجوده في مصر، ومش اخر مره. ومن مصلحة الجميع أن ينجح المدير الفني الجديد ريني فايلر. كمل معاكم باقي الخبر الخاص بالهاشتاج، وشدد المشاركون في الترند أو الهاشتاج من رواد المواقع أو التواصل الاجتماعي تويتر، أن السيرة الذاتية الضخمة لا تضمن تحقيق البطولات، مدللين بالعديد من التجارب، ويكفي أن يكون المدرب صاحب فكر تدريبي وشخصية قوية وطموح لإثبات ذاته. واتفق الجميع على أن دعمهم لقرار اختيار فايلر نابع من ثقتهم المطلقة في قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي. هو ده الكلام الصح، هو ده الكلام المظبوط اللي احنا كلنا بنسعى عليه، إن في رئيس للمركبة، المركبة اللي بتقود النادي الأهلي. والكلام ده بإجماع كل الأطراف اللي موجودة، إن الكابتن محمود الخطيب هو المسؤول عن اختيار المدير الفني مع لجنة التخطيط. القرار اتفقوا عليه ان ريني فايلر، وانا بتكلم على لجنه التخطيط، بتكلم على كابتن محمود الخطيب بتاريخه الكبير، بتكلم على الدكتور والشيخ والكابتن طه اسماعيل بتاريخه الكبير جدا، الكابتن زكريا ناصف بتاريخه الكبير ايضا، والكابتن خالد بيبو بتاريخه الكبير جدا. علشان كده بقول لحضراتكم، اختيارهم للمدير الفني ما جاش من فراغ. في الاخر حصل تشاور واتفقوا ان ريني فايلر يكون هو المدير الفني. علشان كده بقول لحضراتكم ان الثقة اللي الجمهور بيتكلم عليها من قبل الكابتن محمود الخطيب الحريص على تحقيق النجاح وبناء فريق قوي يستعيد عرش القارة السمراء مجددا بعد ما قام بموسم انتقالات تاريخي في يناير، وعاد لتدعيم الفريق بصفقات قوية في الصيف الحالي. زي ما بقول لحضراتكم، أكيد ما حدش عايز يفشل يا جماعة بالعقل، يعني كلنا عايزين ننجح. إحنا عايزين ننجح في القناة، أنا عايز أنجح، رئيس القناة عايز ينجح، رؤساء التحرير عايزين ينجحوا، المخرجين عايزين ينجحوا، المعدين عايزين ينجحوا، مجلس الإدارة عايز ينجح. مين عايز يفشل يا جماعة؟ مين عايز يفشل؟ لو عند حضراتكم إجابة وتقولوا لي إن أنا على مر التاريخ، أو على مر حضراتكم كتير شفنا نماذج، شفتم إن حد عايز يفشل، قولوا لي. حتى في شغله، حتى في حياته، ممكن واحد يعمل بعض الأخطاء تؤدي إلى فشله، لكن أنا أبقى قاصد إن أنا أفشل؟ ما أعتقدش. وكمان لما ناخد أكثر من رأي موجود عندي، وبي
يعني عايز اقول ايه بيشجعوا القرار اللي انا باخده، فانا ما فيش ابدا فيها يعني فشل ان شاء الله، فنجاح وامتياز وكل البطولات اللي احنا بنامل للنادي الاهلي ياخدها كلها. طيب النهارده غاب في التدريبات، او عايز قبل ما اروح مع حضراتكم للتدريبات عايز اروح مع نتائج الخاصة بكرة القدم العالمية علشان خاطر يعني أتابع معاكم. ريال مدريد بيلعب في الوقت الحالي مع فياريال، والنتيجة أو هبدأ معاكم من بعد يعني في مباراة ابتدت حالا دلوقتي ما بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، ومباراة زي ما حضراتكم عارفين في السوبر ليج الأرجنتيني على ملعب ريفر بليت، والمباراة دي أكيد بيكون ليها متابعة خاصة جدا جدا. بوكا جونيورز موجود في المركز الثاني، لعب 5 ماتشات وعنده 11 نقطة، ريفر بليت في المركز العاشر لعب 5 ماتشات وعنده 8 نقاط، وبالتالي ريفر بليت يعني الـ كل النقاط في الدوري الأرجنتيني في أول 5 جولات أعتقد إن هي يعني قريبة جدا كلها من بعض، فعلشان كده بقول لحضراتكم لو ريفر بليت النهاردة فاز على بوكا جونيورز وهو الأرجح إن هو يفوز علشان على ملعبه وسط جمهوره هينط ليه المركز الثاني مكان فريق بوكا جونيورز. في نفس الوقت الدوري الايطالي اودونيزي خسران من بارما 2-1، ساسولو كسبان سامبادوريا 4-0، وليتشي بيتعادل او متعادل 0-0 مع هيلاس فيرونا، جينوا فايز 1-0 على فيورنتينا، وكالياري بيجيب هدف التعادل امام انتر، والمباراه لسه شغاله في الدقيقه 62، اتلانتا متعادل 2-2 مع تورينو. في الدوري الفرنسي مارسيليا كسبان 1-0 على سانت تيان، والشوط الثاني بيبدا من مباراه ريال مدريد وفياريال، وريال مدريد متعادل 1-1 مع فياريال، و5 دقائق من عمر الشوط الثاني جاريث بيل وصاحب هدف التعادل لريال مدريد، وسبحان الله بعد ما يعني حصل اختلاف كبير على جاريث بيل في الدوري الاسباني وريال مدريد وزيدان قال انا مش عايزه خلاص وكانوا بيجهزوه ان هو يمشي، وسبحان الله بيشارك وبيلعب وبيجيب هدف لريال مدريد وهدف التعادل وبيتالق في المباراه الاولى وبيلعب كل اللقاءات مع فريق الريال. طيب تعالوا نروح فاصل عشان بعديها نرجع نستقبل الكابتن عمرو قمر ونتكلم معاه اكتر عن كل شيء خاص بكره القدم ونتكلم اكتر عن النادي الاهلي، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم اولى فقراتنا الحواريه مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر والمدير الفني الحالي لشباب النادي الاهلي مواليد 99، هو النجم الكابتن عمرو قمر. كابتن برحب بحضرتك. اهلا بيك، ازيك يا عمر؟ عمر حضرتك ايه؟ وحشني حضرتك والله كتير يا كابتن. منور يا كابتن. بتلعب ولا يعني من ده على ده؟ انا مش عارف اجي بقى، خلاص المواعيد كلها خلاص يا كابتن. 99 يا كابتن، واخدين مع حضرتك كل الوقت يا كابتن عمرو. المواعيد عندنا التمرين بعد الظهر طبعا، وحتى الايام اللي هي طبعا عشان انت عارف احنا فتره اعداد، فالتمرين صبح وبعد الظهر، فما فيش وقت الواحد يجي يشم نفسه معاكم شويه. طب يا كابتن عايز اعرف من حضرتك اكتر، فريق 99 دلوقتي هو الفريق الشباب اللي بيدعم الفريق الاول بعد ما تم الغاء مواليد 97 و98. النهارده كان عندكم مباراه مهمه جدا مع فريق سيراميكا كليوباترا، كسبتوا 2-1 في تجارب وديه تطمن بيها حضرتك على الفريق وبتحضر للموسم الجاي، فانا عايز اعرف من حضرتك بقى الاستعدادات وبدات الموسم ازاي والخطه المستقبليه علشان حضرتك تكمل مع فريق الشباب وايضا تدعيم الفريق الاول. والله بص احنا يعني احنا بدانا يمكن من شهر، اقل من شهر، احنا بدانا بالظبط 3/8 تمام كانت فتره اعداد، يمكن احنا بدانا متاخر شويه لان كان ما عندناش ميعاد لا للمسابقه ولا أفريقيا؟ للبطوله ولا لا ما كانش عندنا ميعاد للمسابقه فكناش عارفين نبدا امتى يعني. فلما الامور ابتدت تظهر شويه وابتدى الاتحاد يعني يخاطب النادي ويبعت له مواعيد، فابتدينا بالظبط بدانا 3/8، النهارده احنا 1/9 يعني عملنا فتره اعداد مضغوطه شويه لان طبعا الوقت كان ضيق، لان احنا اول اعلان جالنا من اتحاد الكوره عن بدء المسابقه كانت المفروض يوم 25/8، فكان الوقت ضيق جدا ان انت لعيبه يعني واخدة راحة سلبية من شهر 4 تقريبا داخلين في 3 شهور، فكان الوقت ضيق جدا ان انت تشتغل حوالي 21 يوم او 22 يوم قبل بطولة الدوري. حصل كلام اتأجلت ل 1/9 وبعد كده اتأجلت ل 15/9، ف
فده الحمد لله ادانا فرصه شويه ان احنا نطول فتره الاعداد. فيمكن حتى انا في البرنامج بتاعي وفي الجدول بتاعي كنت ابتديت احط ماتشات وديه من بدري على اساس ان احنا هنلعب يوم 1/9، ما كناش هنلعب 15/9. فدخلنا النهارده يعني كانت مباراه سيراميكا، دي كانت المباراه الخامسه، عملنا مباراتين كده مع فرقتين يعني مش عايز اقول قليلين، يعني فرقتين خفاف شويه لان كان الحمل البدني كان اعلى شويه على اللعيبه. حتى احنا اعتمدنا في المباراتين الاولانيين دول ان احنا بنلعب اشواط 45 دقيقه 45 دقيقه عشان الناس كلها تتشاف، الناس كلها تلعب، الناس كلها تاخد فرص، تقدر تحكم على اللعيبه اللي موجوده عندك، بحيث ان انت مع نهايه المباريات الوديه ان شاء الله تكون حطيت ايدك بقى على القوام الاساسي بتاع الفريق بالاحتياطي بتاعه وبالناس اللي هي ممكن تبقى جواكر اللي انت تقدر تستعين بيها في اكتر من مركز. لان انا يمكن عندي مشكله شويه في الفرقه ان العدد قليل شويه، يعني كل اللعيبه اللي عندي لو 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 على بتوع 99 بس اللي هم اللي موجودين عندي حوالي 17 لعيب او 18 لعيب بستعين. يعني انا دلوقتي واخد 6 لعيبه من مواليد 2000 مكمل بيهم الفريق، والحمد لله يعني عاملين توليفه كويسه ما بين ال 99 وال 2000. اللعيبه عندها حافز وعندها دافع، كل واحد بيحاول يطلع يعني افضل ما عنده، وفي الاخر ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه لينا وللنادي وللفرقه ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو، عايز اسال حضرتك عده اسئله، والبدايه من مواليد 97 98. هل حضرتك شايف ان القرار الغاء المسابقه او الغاء المواليد دي هل هو ظالم ولا ده قرار طبيعي وفقا للاحتياجات السنيه والمنتخبات الوطنيه الموجوده في هذه الاعمار؟ ما انت لو بتحسبها للمنتخبات الوطنيه، طب ما 97 ليه منتخب؟ تمام. طب تلغي ليه المسابقه بتاعت 97؟ يعني القرار ظالم. انا شايفه مش موضوع ظالم ومش ظالم، انا شايفه مش صح. انا بتكلم ظالم للعيبه الولاد الصغيره. طبعا اللي هي طبعا يعني ليه؟ انا هقول لك على حاجه. الناس اصل النغمه اللي دايره دلوقتي يعني ايه لعيب وصل 23 سنه ما لعبش فريق اول؟ يعني الكلام ده كان زمان. الكلام ده كان زمان لما كانت الانديه كلها بتعتمد على قطاع الناشئين او على قطاع الشباب اللي عندها. ما كانش فيه السوق المفتوح بتاع الانتقالات، ما كانش فيه السوق اللي هو البيع والشراء وان انت تقدر تجيب لعيب في اي وقت. الكلام ده كنت هقول لك عليه منطقي 100%. انما النهارده انا عندي سببين او عندي اعتراضين ان المسابقه دي تتلغي. نمره واحد، ان انت ما بقاش عندك الاعتماد الكامل على القطاع عشان انت تقول اللعيب اللي وصل 23 سنه ما لعبش درجه اولى يبقى ده ما ينفعش. بدليل ان انت النهارده النادي الاهلي بس لوحده السنه اللي فاتت طالع من عنده يمكن 12 لعيب او 14 لعيب اعارات كلهم 97 و98. يعني عندك لعيبه 99 يا كابتن عمار حمدي كمان، يعني انا بكلمك. لا معمر خلاص موجود دلوقتي على من ضمن انا بتكلم على اللي اتلغى. تمام يا كابتن، انت فاهم قصدي؟ تمام. فانت النهارده لو اللعيبه دي ما تستحقش انها تلعب ما كانش النادي الاهلي لوحده هيطلع 12 13 لعيب. صح. فده نمرة واحد. نمرة اتنين، انت النهاردة عندك منتخب، عندك مسابقة للمنتخب في أمم إفريقيا في نهاية السنة، وفي عندك إذا ربنا وفقك هتلعب أولمبياد السنة اللي جاية 2020. بالظبط. ما تقولش إن أنا معتمد على اللعيبة اللي بتلعب فريق أول واللعيبة اللي بتلعب في الدرجة الأولى وهم دول قوام المنتخب وهم. المسابقة دي أولا كانت مسابقة قوية جدا، ما هياش مسابقة ضعيفة، فيها لعيبة كويسة جدا على مستوى الأندية. ممكن انت النهارده كجهاز فني يظهر لك على يعني شوف اضعف الايمان، ممكن يظهر لك واحد كويس، ممكن يظهر لك اثنين كويسين زائد اللعيبه اللي هي بتلعب في الدوري الممتاز، هتعمل برضه هيبقى عندك منتخب قوي. انت عندك منتخب قوي والناس كلها شايفه ان الجيل بتاع 97 ده جيل قوي، يعني مش جيل من الاجيال الكوره اللي هي زي ما بتيجي زي ما بتمشي، لا جيل قوي فيه لعيبه مميزه كتير. فانت النهارده ايه المشكله؟ المسابقه موجوده، اللي هيلعب فريق اول هيلعب، اللي مش هيلعب فريق اول اهو موجود في النادي مش هيمشي. يعني النهارده معظم اللعيبه اللي مشيت من الانديه بتدور على انديه تلعب فيها لسبب بسيط جدا. خلي بالك لسبب بسيط جدا، لان احنا عندنا هنا في مصر نغمه يعني انا مش لاقي لها لفظ الحقيقه، اللي هي نغمه ايه؟ اصل ده لا اصل ده لعيب دوري ممتاز، اصل انا اجيب خبرات. يعني حتى اتحاد الكوره النهارده لما خد القرار في الاول قال 25 لعيب وخمسه من 97 اجباري، على اساس ان كل فرقه يبقى فيها 5 لعيبه يلعبوا بقى ما يلعبوش بس متواجدين مع الفريق الاول. ده اتلغى. كلام حضرتك اللي بتقوله دلوقتي ده يا كابتن انا حاسس ان هو اللي غيره وجود كابتن عمرو في السعوديه، وان هو مسك فريق كبير زي اتحاد جده فبدا الافكار ان هي تتغير. كابتن عمرو لما شاف
السعودية دوري قوي وطبعا دوري ممتع، وشاف بعد كده الدوريات في مصر أو القوانين في مصر، فواضح إن حضرتك بقى عندك يعني استغراب شوية للي بيحصل، فعشان كده حضرتك بتقولي دلوقتي لعيب دوري ممتاز ولعيب مش دوري ممتاز. لا ده دي النغمة دي هنا، أنا عايز أعرف يا كابتن ليه؟ زي ما هو في مدرب يشتغل في الدوري الممتاز ومدرب يشتغل ممتاز بيه ومدرب يشتغل درجة تانية، هو معلش يعني أنا كنت عامل عشان خاطر أوضح للناس السادة المشاهدين، قول عشان حضرتك راجل دربت في اتحاد جدة صح يا كابتن؟ حضرتك مسكت اتحاد جدة مرتين، ما أنا بقول لحضرتك حضرتك مسكت اتحاد جدة من اكبر الانديه اللي موجوده في السعوديه، نادي العميد زي ما بيقولوا بالزبط. يعني واحد لعب له كهربا ولعب له كابتن عماد متعب في وقت من الاوقات واسلام طبعا عشان كده كابتن بقول لحضرتك وحسني عبد ربه يعني لا في لعيبه خبرات كبيره جدا موجوده، والطبيعي ان كابتن عمرو انور لما قرر ان هو يترك الدوري السعودي يعني فكر بقى قال ان انا اكيد هيجي لي عروض في مصر صح يا كابتن عمرو؟ لا ما فكرتش، انا حلمت بقى حلمت. طب ليه يا كابتن ما بتحققش ده في مصر؟ يعني ليه كابتن عمرو انور بالتجربه اللي ما فيش حد في مصر عملها غير يا ناس يعني دوبك ناس معدوده على الصوابع، ليه كابتن عمرو ما يبقاش موجود في فريق الدوري المصري الممتاز زيها زي فكره اللعيب دوري ممتاز واللعيب مش دوري ممتاز؟ ما انا قلت لك هي دي الفكره. اصل ده اشتغل دوري ممتاز، ده ما اشتغلش، ده يشتغل هنا وده ما يشتغلش هنا، هي كده، هي الدنيا ماشيه كده هنا في مصر. زائد بقى انت خش بقى في قصه الوكاله ومش الوكاله وعلاقتك بمين ومين اللي يشغلك ومين. هو النهارده في مدرب بيشتغل عشان هو كويس؟ معلش انا مع احترامي يعني، انت النهارده قوه الوكيل اللي معاك ايه؟ هو اللي هيجيبك هنا ويحطك هنا ويوديك هنا. هي الكوره بقت في مصر كده. انا وجهه نظري كده، ما حدش بيشتغل عشان هو كويس وما حدش بيقعد في البيت عشان هو وحش. صح يا كابتن، انا ده الملخص بتاع الموضوع يعني. انما انت علاقاتك ايه؟ النقطة برضو اللي انا بكلمك فيها دي عشان برضو ما يبقاش احنا حاصرينها في موضوع الوكالة بس، انما المبدأ حتى بتاع مجالس الادارات وبتاع الاندية هو اللي انا بقول لك عليه ده. انا عايز اجيب واحد خبرات، انا عايز اجيب واحد يشتغل دوري ممتاز، انا عايز اجيب مش عارف ايه، واحد يحلل كويس، دي قصة تانية بقى. انما الناس لو فكرت يعني، انا هدي لك امثلة معلش يعني، ما والناس عايزة تقتنع بالكلام تقتنع، اللي مش عايزة انا مقتنع باللي انا بقوله. النهارده انت بتكلمني على كابتن حسن شحاته افضل مدرب في تاريخ منتخبات مصر بالبطولات صح. اللي عملها كابتن حسن شحاته كمدرب درجه ثانيه ولا انا غلطان؟ لا طبعا كان يعني صعد المقاولين وصعد الشرقيه وصعد مش عارف واخد السوبر من الاهلي. مظبوط مظبوط، لا يعني لما اشتغل في التدريب كان ايه، بس لما خد الفرصه اثبت وجوده ان ده كابتن حسن شحاته عمل واحد واثنين صح طبعا يا كابتن، ما حدش ابدا يختلف. مظبوط، كابتن ايهاب جلال لما مسك المقاصة، قبل ما يمسك المقاصة كان ماسك تليفونات بني سويف، كان ماسك انا هقول لك، انا اصل ايهاب صديق شخصي ليا وانا يعني علاقه بيه، ما انا بقول لك علاقتي بايهاب من واحنا صغيرين واحنا مع بعض يعني جيران، وكنا مع بعض ومنتخب شباب مع بعض يعني، انا اعرف ايهاب كويس. اخذ الفرصة انطلق بالظبط، هي دي الفكره، ادي الناس فرص، اللي ينجح يكمل، اللي ما ينجحش ما يكملش. مش هي اصل هي ما هياش مش 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 حاجه كبيره، بدليل ان انت النهارده حتى الناس القدام، الناس الكبار، الناس اللي هم بتوع الدوري الممتاز اللي انتوا بتجيبوهم، ما انتوا بتمشوه. طيب راي حضرتك ان في موضوع، عشان عايز ارجع تاني ل 99 بسرعه، هل حضرتك شايف ان يتم تطبيق قرار على المدربين مش على يعني على الانديه مش على المدربين؟ عشان كان الاول قال لك ان الانديه ان المدربين ما حدش يدرب فريقين في موسم واحد، لكن الانديه ممكن يدربها اي عدد من المدربين، فهل حضرتك يتم التطبيق على الانديه يمنع المدربين ان هي تتعاقد مع اكثر من مدرب في الموسم؟ ده ممكن يا كابتن يحجم الموضوع، ممكن يدي فرص للمدربين الشباب اللي بيوصلوا لحد سن 60 سنه، بقول لك عليهم مدربين شباب؟ ما بص هقول لك على حاجه، اصل دي برضو فيها يعني فيها مش عايز اقول فيها اجحاف شويه، ما انت ممكن هقول لك اثنين مدربين في سنه كل نادي يعني. ماشي تمام بس اللي انا عايز اقوله مثلا، لو انا النهارده قدمت استقالتي من نادي ومشيت، هو ده اللي ما يشغلش في نادي تاني. انما النهارده نفرض النهارده في مدرب مش موفق والنادي مشاه، او مدرب على خلاف مع اداره والنادي مشاه، هو ذنبه ايه انه يقعد بقيه الموسم؟ نادي كل اثنين مدربين بالظبط، تجربتين، او المدرب يبقى له تجربتين في نفس الدرجه وفي نفس الموسم. لا ما هو كابتن، لو مدرب يا كابتن، ما هو حضرتك لو مدرب ما ممكن نادي عين 15 واحد، ممكن ما هو في انديه عين الثلاثة واربعة، انا بتكلم ان النادي واثنين مدربين خلاص ممكن يعمل. بس ما انت برضه هتوصل لمرحله يا عمر ان انت افرض النهارده انا جبت اثنين والاثنين مش موفقين، خلاص يا كابتن. انا كابتن انا يعني انا حضرتك دلوقتي ما انت بتحاول تنقذ، اصل هي بص كابتن عمر هي ما هي هي
مشكله. خلي بالك انا مش ضد اللي انت بتقوله. طيب يا كابتن، مشكله حضرتك، انا عارف بتفكر في ايه يا كابتن، بتفكر في المدرب نفسه ان هو والنادي لو حظه وحش. طب ما في لجنه كوره وهم اللي بيختاروا. طب ما يختاروا يا كابتن ناس يكون عندهم اولا ثقه فيهم ان هم يديهم. اصل يا كابتن قرار زي ده هيخلي رئيس النادي مفيش الكلام ده بيتمهل. لا لا يا عمر، مفيش حد بيجيب حد. اسمع بس، انا عارف أنا طبعا يا كابتن، ما انا مفيش حد بيجيب حد عشان هو مقتنع، وحتى اللي بيجيبه وهو مقتنع بيه لو النتائج لخبطت معاه هيمشيه. طيب مش ممكن قرار زي ده يخليه كده يتريث شويه كده ويتمهل؟ طيب ولو الدنيا واقفه خالص هو يبقى انت برضه يمشيه ويجيب واحد تاني، يمشيه ويجيب الماسك. طيب ما انا هقول لك اللي ماسك فريق الشباب. انا هقول لك على حاجه، انت النهارده لو النتائج، انت النهارده معلش في احنا عندنا مشكله هنا في مصر. انا بكلمك بمنتهى الصراحه. هل انت النهارده بتقيمني كمدرب على شغلي وعلى عملي وعلى شكل فريقي في الملعب، ولا بتقيمني على نتائجي؟ على حسب مجلس الاداره، يعني لا. مثلا دجله بيقيم المدير الفني على حسب الاداء مش النتائج. النتائج في الاول كانت وحشه جدا، لحد ما في الاخر الراجل المدير الفني تاكيس جونياس قدر يوصل للفريق في نهايه الموسم لنتيجه والاداء تمام. لكن يا كابتن في رؤساء مجلس الاداره لكن النتيجه عندي مهمه. انا مش مهم طيب عندي. طيب ما انا بسالك عليه. ما انا بقول لحضرتك بنسبه 90% نتيجه. بص يا عمر، نمره واحد نمره واحد في حته الاختيار بتاع المدرب او الصبر على المدرب. لا انا بكلمك صح. أنا نمره واحد ان انت كاداره تبقى محدد الهدف بتاعك ايه. ده نمره واحد. يعني انا مثلا بستعجب يعني بتعجب كده لما بقعد ابص الاقي انديه جايبه مدربين اجانب وهو في الاخر كل هدفه في الحياه مش في الدوري، هدفه في الحياه انه يقعد في الدوري. طب انت ما انت جاي مدرب اجنبي تعمل بيه ايه؟ ده حاجه. الحاجة التانية، أنت النهاردة بتجيب مدرب أجنبي، هل أنت النهاردة بتجيب مدرب أجنبي عشان هو قوي؟ عشان هو أعلى من المدربين المصريين اللي عندك؟ ولا أنت بتجيب مدرب على قد فلوسك؟ طب في حاجة ثالثة، بجيب مدرب عشان يبقى اسمي عندي مدرب أجنبي. طيب ما أنا بقول لك، وفي الآخر بتختار مين؟ بتختار اللي على قد فلوسك، ما بترش. إحنا لحد النهاردة لحد يومنا هذا من ساعة ما المدربين الأجانب دخلوا مصر إلى اليوم الى لا الى الحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها ده، أنت ما جبتش حد من المدربين العالميين. ممكن تستثني بس مارتن يول. ممكن تستثني كان في مدرب في الزمالك اللي هو الاسكتلندي ده من سنتين مش فاكر. ماشي صح تمام. اتنين على مدار تاريخ الكوره مدربين الاجانب اللي اشتغلوا في مصر. فانت في الاخر حتى اما بتجيب حد، الكلام ده كان زمان مقبول وكان منطقي، لان كان الـ 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 الاطلاع والمعرفه والدراسه والكلام ده كان صعب، ما كانش سهل زي دلوقتي. انت النهارده عندك مدربين مصريين لا بيسافروا بره وبيعملوا معايشات وبيعملوا دراسات لا وبيعملوا دراسات وبيطلعوا على كل حاجه. الدنيا بقت مفتوحه، بقت اسهل. فبقى عندك اوريدي مدربين مصريين الى حد كبير قريبين جدا، ان كان فيهم ناس يفوقوا المدربين الاجانب اللي انت بتجيبهم هنا. والمثال حضرتك كنت موجود في الدوري يعني السعودي ومسكت. لا سيبك مني انا، معلش يا كابتن. لا انا بكلمك، بس انا بتكلم بجد يا كابتن عمرو. انا معاك بس انا بكلم سيب يعني خرجنا انا دلوقتي عشان انا قاعد معاك تمام. انا بكلمك على الناس اللي اشتغلت في الدوري الممتاز تمام. هل النهارده مش في مدربين مصريين اكفأ من المدربين الاجانب اللي بيجوا حقيقي؟ هل انت النهارده عندك شك ان معظم المدربين الاجانب اللي بيجوا هنا، معلش مع احترامي الكامل ليهم، مدربين نص نص، مش هقول لك لا هقول عليه وحش ولا هقول عليه كويس، بس انت النهارده لا النهارده ولا كمان 20 سنه ولا كمان 100 سنه هتقدر تجيب مدرب من المدربين اللي هم بتوع الدرجه الاولى. طب يا كابتن، هل هو مش بيجي علشان خاطر العامل المادي، ولا مش بيرضى يجي علشان خاطر هو بالنسبه له مصر مش بلد يحقق فيها الطموح اللي بيدور عليه؟ هل ده موجود ولا العامل المادي هو اللي بيكون اكتر في نمره واحد؟ العامل المادي طبعا، لان انت خلاص انت زي ما انت لعيب محترف وصلت لرقم معين او لسعر معين مش هتنزل عنه. المدرب نفس القصه. يعني يا كابتن ممكن لو في يوم من الايام نادي يتكلم مع مدير فني عالمي وحقق له مطالبه الماديه، ممكن المدير الفني يوافق ولا برضه مين بقى؟ قول لي كده انت المدربين اللي هم الاجانب اللي هم الصف الاول. يعني مثلا يا كابتن هقول لحضرتك على اسم جه في دماغي دلوقتي، ديفيد مويس مثلا. ديفيد مويس قاعد من غير شغل، اللي هو المدير الفني السابع على ما اعتقد، هو قاعد من غير شغل المدير الفني السابع لمانشستر يونايتد. هل ده لو تم العرض مثلا ان هو ياخد الراتب الشهري بتاعه او راتب السنوي ال 5 مليون استرليني؟ انا عارف ان هو رقم خزعبلي يعني، بس خلينا بس معلش تمام. يعني لو اتحقق ده او 4 مليون، هل ده ممكن يوافق ان هو يجي مصر ويخوض التجربه، ولا بالنسبه له مصر والوطن العربي
صعب ان هو لا يتعايش. لا لا ليه 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 بالعكس، ما انت بتشوف في الدوريات الخليجيه في مدربين كبار بس جدا بيشتغلوا. مش الاسامي السوبر ستار. لا بس في مدربين كبار بيشتغلوا في يعني انا مثلا لما كنت في الاتحاد لما جد. مشيت لما انا لما طلعت مسكت كان المفروض ان انا همسك فتره مؤقته، لما الناس كانت بتتفاوض مع مدرب جابوا بيتوركا. بيتوركا ده كان ماسك منتخب رومانيا وواصل بيه، يعني كان فاضل له بالظبط مباراه عشان يوصل امم اوروبا، وكان ماشي في الادوار اللي هي التاهيليه لكاس العالم. ما هوش يعني مدرب، لا لا مدرب كبير يعني طبعا. فاهم قصدي؟ دياز لو انت بتتكلم على دياز، لو انت حاط دياز، ما دياز اشتغل في السعوديه. يعني انا مش عايز انسى حد، بس لا في مدربين كبار بيشتغلوا في الخليج لان بياخد الراتب اللي هو بياخده بره. عشان كده كابتن ممكن نقول ان اللاعب اللي موجود في منطقه الخليج لا يفضل ان هو يحترف في اوروبا علشان هياخد نفس الفلوس اللي بياخدها في دوري الخليج؟ لا عشان هو مش ملتزم ومش منضبط. طب ما هو في اوروبا طب المادي لا 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 في اوروبا هياخد كتير من اللي هو بياخده. يعني مثلا بص الرواتب هناك، يعني عموري مثلا لما ياخد 10 مليون يورو مثلا في السنه. لا لا ده رقم برضو مبالغ دلوقتي فيه. دلوقتي انا فاهم، انا بقول لك ده رقم مبالغ. 2019 طيب تمام. لما لعيب ياخد 5 مليون يورو في السنه. طب انا هسالك انت سؤال، اتفضل. انت عمر ربيع اهو تمام، انا سافر اوروبا و شوف انت بتقول ايه. الفلوس اللي انا سافر شوف اوروبا انت بتقول ايه. انا قبل ما حضرتك بتسالني اهو تمام. في ناس لا في ناس انا اتعاملت مع الـ مع الـ مع, الـ مع الشخصيات دي ومع العقليات دي. لا العيشه اللي هو عايشها في بلده مش هيقدر يعيشها بره. ما ده اللي بقى اللي كابتن بتكلم عليه يا عمر. انا لما كنت بعمل تمرين الصبح مش حد فيديو. لا لا الناس بتيجي صراحه. انا عارف بهزر. لا الناس بتيجي بس بتيجي على مضض، بتيجي وهي متضايقه، بتيجي وهي يعني انا بكلمك بصراحه. بره مفيش الكلام ده، بدليل النهارده معلش النهارده كام لاعب خليجي خرج لعب في اوروبا واستمر في اوروبا. سامي الجابر ما استمرش. لا يعني سامي الجابر هو كان السوبر ستار بتاع السعوديه و يعني انت عارف ان السنه اللي فاتت لعب 3 ماتشات. طب انا هقول لك على حاجه، شكرا يا عمر. السنه اللي فاتت لما كان تركي آل الشيخ وزير الرياضه عمل ايه؟ كان هو اللي بيطلع اللعيبه 10 لعيبه للدوري الاسباني علشان يساعد منتخبه السعوديه في كاس العالم. طلعهم على حسابه. ما انا عارف دي كانت تجربه مش أيوة ناجحه. ايوه ما هو النهارده يا عمر انا النهارده مسؤول في نادي عايزك انا اللي هجري وراك ولا انت اللي هتيجي بفلوسك تلعب عندي؟ لا لا المفروض ان انا لو عايزك انا اللي هجري وراك. انت بقى النهارده بعت لي عمر عشان يتمرن معاك عشان يلعب معاك عشان يبقى كويس وانا اللي بدفع لعمر فلوسه. تعالى يا عمر انت اهلا وسهلا اتفضل. لعبت ما لعبتش ما القصه مش كده. كان في تصريح للمدير الفني في احد الفرق الاسبانيه وقال ان انا يعني اتفاجئت ان الاداره بتتعاقد مع اللاعب الفلاني وانا لسه ما اعرفش مستواه ولا اعرف مكان فاضي في القايمه مش هيكلفني فلوس. هناك بره ما فيش قايمه يا مثلا يعني فاهم قصدي. مكان موجود هيجي مش هياخد مكان حد، مش هيكلفني فلوس، مش هيعمل لي ايه المشكله. تعالى اتمرن كانه عامل معايشه معايا. كويس كويس مش كويس مش كويس. انا مش خسران حاجه. كابتن عمرو تجربة السعودية فاتت حضرتك ازاي في مجالك ومشوارك التدريبي؟ شوف يعني انا يعني حظي الكويس ان انا اشتغلت في نادي كبير، نادي جماهيري. انت ممكن تكون بتشتغل في نادي كبير بس مش جماهيري تمام. نادي الاتحاد نادي من اعرق الاندية في السعودية واعرق الاندية على مستوى اسيا. جمهور طبعا بيفكرني بجمهور النادي الاهلي هنا بالظبط. طبعا عشق بص فوق الوصف، فوق ما تتخيل. يعني انا الفترات اللي انا اشتغلت فيها مفيش مباراه الملعب، يعني انا دايما حتى كنت بقول لهم يا جماعه انتوا عندكم ميزه مش موجوده في اي حته للعيبه. فبيبصوا لي طب ايه الميزه؟ اقول لهم يا جماعه انتوا كل ماتشاتكم كانكم بتلعبوها على ملعبكم. كل الجمهور السعودي وراكم في كل حته. بص يعني تروح تلاعب اي حد في اي حته، لو انديه كبيره تلاقي الملعب مقسوم نصين. يعني مثلا بتلعب الهلال في الرياض، لا هتلاقي نص الملعب جمهور الهلال ونص الملعب المسافه دي كلها كابتن بيروحوا. لا غير الناس اللي هم اللي عايشين في الرياض طبعا اللي بيحبوا نادي الاتحاد تمام. الانديه بقى بتاعت الوسط والمؤخره لما تروح تلعبهم في ملعبهم كل هم هم بقى كانهم بيلعبوا بره ملعبهم. فبقول لهم انتوا عندكم ميزه مش موجوده في حته. يعني حتى الانديه الكبيره اللي هناك زي الهلال زي النصر زي الاهلي زي الشباب، لا لما بيلعب بره بيبقى بيلعب بره ملعبه. لكن النادي الاتحاد بص انت بتلعب الموسم كله على ملعب بسبب الحضور الجماهيري. فدي فادتني في حته ان انت النهارده لما تشتغل في دوري قوي، لما تشتغل تحت ضغط جماهيري. انت النهارده بتتكلم في اقل حاجه
30-40 ألف متفرج. احنا ما كنا بنلعب في الجوهره، الجوهره ده 60 ألف متفرج، ما فيش مكان تقف فيه، مش تقعد فيه. فانت ما تشتغل في الـ في الـ في الـ يعني في المستوى ده وتشتغل في الضغوط دي والحمد لله تنجح، يبقى انت الحمد لله ماشي كويس. لكن يا كابتن افاد حضرتك على مستوى الخبرات في مشوارك التدريبي مش طبعا طبعا انا مر عليا مواقف، يعني انا مر عليا مواقف لو يعني لو الواحد ما عرفش يتعامل معاها لا كان هيبقى في حته تانية خالص. يعني هو ده يعني دي الاستفاده اللي انا استفدتها. في فرق ان انت النهارده تكون بتشتغل في دوري قوي ومفيش ضغوط. بص يا عمر، انا مقتنع بحاجه، سيبك من الضغوط بتاعه الاداره، اكبر ضغط على المدرب وعلى اللعيب في الملعب والماتش شغال الضغوط الجماهيريه. طبعا يا كابتن، لو انت عرفت تتعامل مع المدرب واللعيبه يا كابتن. طبعا طبعا اللعيب برضه بينزل عايز يطلع احسن حاجه عنده. بس كابتن انا بحس ان المدرب عليه ضغوطات اكتر من اللاعب، علشان لو الفريق خسر المدير الفني سبب دلوقتي، لكن دلوقتي اللعيب هو عنصر من احد العناصر. تمام، بس برضه انت كلاعب طبعا بتبقى نازل عايز النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي نقطه مهمه جدا. انما انا بقول لك انا جربتها في البيت. طيب بالظبط. انما انت النهارده لما توصل للمرحله انك تعرف تتعامل مع مع الضغوط دي وتعرف تكون هادي وتعرف تفكر، ما تفكرش زيك زي المشجع ولا زيك زي الاداري ولا ولا ولا، انا شايف ان دي حاجه فادتني بطريقه كبيره جدا. ان انا النهارده بقى عندي يعني لما بلعب انا مباريات من غير جمهور انا ببقى الموضوع بالنسبه لي سهل وبسيط، مفيش ضغوط. انما حته انك تتعامل مع ضغوط 40 ألف 50 ألف 60 ألف، وبعدين خلي بالك الملعب في السعوديه مش زي هنا، الملعب في السعوديه زي اوروبا طبعا يا كابتن. لا يعني قصدي مفيش اسوار، انت ما بينك وما بين انت ما بينك وما بين الجمهور 5 متر 10، هتسمع كل حاجه وهتبقى لو انت مركز مع الناس اللي بره دي وسايب الدنيا دي هتبقى مشكله. دي حاجه انا استفدت منها كويس جدا، حتى ما بيني وما بين نفسي عرفت انا وصلت لحد فين، ايه الليفل اللي انا وصلت له، ايه انا ممكن اتعامل ايه. ما انت ممكن تنجح مع فريق صغير اللي هو زي ما بنشوف بنزل بتنزل تقفل وبتنزل تدافع فتتعادل مع فريق كبير تبقى انت عملت النتيجه ما حصلتش. انما انت وانت بتمرن فريق كبير مع الـ مع الـ مع الكم الجمهور اللي انا بحكي لك انت نازل عايز تكسب. لما يبقى انا عندي مباراتين ثلاثه ببقى متاخر فيهم وخسران وبطلع الشوط الاول خسران وبعرف الحمد لله اتعامل بهدوء وافكر واعمل تغييرات تقلب نتيجه المباراه، ما كل دي خبرات وكل دي استفادات. يعني انا دايما اقول اصعب حاجه في الكوره الرجوع للمباراه، انك تبقى متاخر تتعادل وتكسب، دي اصعب حاجه في الكوره. اسهل يا سوري اصعب بكتير من انك تنزل تضغط على فرقه وتكسب وتجيب واحد واثنين وثلاثه وتريح الماتش وتخلص. حته الرجوع للمباراه دي انا شايف ان دي حاجه صعبه جدا، يعني عايزه هدوء من 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 الدكه بره، وعايزه لعيبه على مستوى عالي جدا 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 في الملعب. مش اي حد يقدر يرجع للمباراه تاني طبعا يا كابتن. فدي حاجه من الحاجات اللي انا استفدت بيها كويس، انك تعرف تشتغل تحت ضغط لان الكوره كلها ضغط. طب يا كابتن هل في اختلاف ما بين الشغل مع الفريق الاول وشغل مع قطاع الناشئين او الشباب زي فريق 99 حضرتك ماسكه دلوقتي، هل في اختلاف وهل في صعوبات؟ هل ده ليه صعوباته وليه السيستم بتاعه في التعامل كحمل بدني وكتعامل مع عقليات ناضغه؟ حضرتك تتعامل مع لعيبه كبيره في السن وبالتالي الموضوع اسهل، ولا الشق الثاني اللي هو شق فريق الشباب زي مواليد 99 بالنسبه ان هم العقليات صغيره وان هم لسه بياخدوا خبرات ما لعبوش لسه فريق اول، هل يا كابتن بيكون في فارق ولا اللي بيعرف يمسك فريق اول بيعرف يمسك شباب، ولا اللي بيعرف يمسك شباب بيعرف يمسك فريق اول؟ لا انا وجهه نظري انت كل ما السن بيكبر وكل ما المستوى بيكبر انت مهمتك بتبقى مش عايز اقول اسهل بس بتبقى ابسط شويه في أسهل التعامل. في ايه واصعب في ايه؟ اسهل في التعامل، ابسط في توصيل المعلومه، يعني اسهل وابسط في اللاعب نفسه في تقبل المعلومه او تقبل التمرين. حته الاحمال اللي انت اتكلمت فيها دي مهمه جدا. لا كل مرحله سنيه في الحته اللي تحت دي ليها طبعا شغل بدني خاص. الصغيرين يا كابتن بيتعبوك في ايه؟ الصغيرين بقى انت بتعلم في جزء كبير تعليمي، في جزء كبير تحفيز، مع ان دلوقتي بقى حتى معظم المدربين على مستوى العالم بقوا يحفظوا الفرق، حتى الفرق اللي هي الدرجه الاولى طبعا. يعني فاهم قصدي؟ ما بقاش فيه اللعب اللي هو الكره دلوقتي بقى لها تقريبا ممكن نقول 10 سنين بقت بصمه المدرب واضحه على الفريق اكتر من اللعيبه. يعني من فتره طويله كده من مثلا ممكن تقول من 20 سنه كانت اللعيبه في لعيبه كتير في الملعب تعمل فارق،
دلوقتي انت ما عندكش النوعيه دي من اللعيبه، ده على مستوى العالم خلي بالك. يعني لو استثنيت حد زي ميسي، حد زي رونالدو، حد هازارد، مش يعني هتلاقيهم معدودين على الصواب. بقيه اللعيبه يعني انت لو تقعد تتفرج حتى على اكبر فرق في اوروبا هتلاقي واحد اتنين هم اللي بيصنعوا الفرق، وبقيه الفرقه بتلعب بسيستم، بتلعب بنظام. عشان كده بقول لك دلوقتي دور المدرب بقى اكبر، دور المدرب بقى اصعب، لان انت بتواجه طرق دفاعيه كتير. حتى لو انت فريق بطوله بتهاجم بقى عندك النهارده لازم تحفظ اللعيبه بتاعتك اكتر من شكل هجومي واكتر من طريقه لعب في الملعب، وده موجود يمكن هنا اكتر ما موجود بره. يعني انا بره ملاحظ ان السيستم غالب على الفرق اللي موجوده في اوروبا. يعني بتلاقي المدير الفني من اول يوم في فتره الاعداد لحد ما المسابقه بتخلص، مش هقول لك بتبدا، هو بيشتغل بسيستم واحد. التغييرات اللي بتتعمل تبقى تغييرات نمطية، تغييرات تقليدية مركز بمركز، لأنه عايز يحافظ على الشكل وعايز يحافظ على طريقة اللعب. نادرا لما هتلاقي مدرب من بره بيشيل مثلا واحد من نص الملعب ويلاعب مهاجم، بيشيل مش عارف مدافع ويلاعب واحد، يعني الحاجات دي مش هتلاقيها موجودة في أوروبا كتير، لأن الناس شغالة بسيستم. هنا في مدربين بره بيعملوا القصة دي. يعني مثلا جوارديولا انت لو متابع معاه هتلاقيه بيعمل القصة دي. محدش متابع جوارديولا ازاي؟ يعني هتلاقيه بيعمل القصة دي. هو اللي عنده الحتة دي، امتى يلعب باتنين محاور، امتى يلعب بواحد، حسب، لان هو من مدرسة المدربين اللي هو حاطط الفرق اللي قدامه تحت ضغط على طول. ففي اوقات كتير ما بيبقاش محتاج عدد مدافعين كتير في الملعب، وده يعني ده بيتوقف حسب نتيجة المباراة. المباراة ماشية وفي مكسب مريح، خلاص انا بحافظ على السيستم بتاعي. المباراة نتيجة مش تعادل او انا خسران او لا، بتلاقي تغييرات في شكل اللعب وفي طريقة اللعب وفي في شكل التيم نفسه. انما معظم المدربين الاجانب لا، هتلاقي القصة اللي انا بقول لك عليها دي، السيستم اللي انا بشتغل عليه من اول يوم لحد ما الموسم بيخلص. كابتن عمرو انور بينه بنفسه بصراحة، هل حضرتك شايف نادي الاهلي محتاج ايه من المراكز؟ وعلى الاساس ده كابتن عمرو بيحاول ان هو يوجد لعيبه مميزه ممكن الفريق الاول يحتاجها في وقت من الاوقات، لكن لما يطلعوا يكونوا على قدر المسؤوليه. يعني مثلا النادي الاهلي حضرتك عارف بينك وبين نفسك اكيد ما حدش عايل حضرتك، بس ممكن تكون عارف الاهلي عنده مشكله مثلا في مركز اكس، مركز واي، مركز زد، فبينك وبين حضرتك بتحاول انك تجهز لعيب بمواصفات النادي الاهلي بيدور عليها، علشان لما يطلع يحصل ساتسكشن ما بينه، او يحصل يعني عايز اقول لحضرتك اقناع ما بين الجهاز الفني وبين اللاعب. هل ده حضرتك بيحصل بينك وبين نفسك يا كابتن؟ بيحصل ايه عشان بين حضرتك وبينك وبين نفسك يعني؟ طبعاً. من غير ما حد يقول لحضرتك؟ لا لا، بص خلي بالك، كلنا شغالين في الحته اللي تحت دي عشان نخدم الفريق الاول. تمام. فمجرد ان انت بيبقى عندك لعيب مميز، يعني انا حتى انا الموسم اللي فات لما اشتغلت من الدور الثاني، يعني اشتغلت يمكن 15 مباراه او 16 مباراه. كان في تواصل على طول مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان بيجي يتفرج، وكان بيجيب حتى معاه سيباستيان، كان بيجي يتفرج على المباريات بناء على الاتصالات اللي ما بينه وما بينه، وبناء على الترشيحات اللي ما بينه وما بينه. فانت النهارده مثلا في واحد زي عربي بدر، ما هو ده الناس كانت بتيجي تتفرج عليه وشافته، ما بقولش ان انا اللي صعدته، صح، مش يعني دي مش معنى كده ان انا صعدته، لا، بس انا قصدي اقول لك ان لو ما فيش ربط ما بيننا وما بين الدرجه الاولى ما حدش هيشوف حد زي عربي. في حد زي محمد عبد المنعم دلوقتي هو موجود مع الفريق الاول من فتره الاعداد اللي هي قبل التوقف اللي هو بتاع امم افريقيا، يعني من ساعه احنا ما خلصنا الدوري بتاعنا وهو مع الفريق الاول. فده يعني دي حاجه انا شايفها حاجه مهمه جدا، التواصل والافكار اللي انت بتقولها للمسؤول بتاع الفريق الاول. لما يبقى في مدرب عنده قناعه ان هو ممكن يشوف حد من تحت، او هو ممكن يشوف لعيبه من تحت، او ممكن يساعد لعيبه من تحت، بتلاقي الاهتمام اللي انا قلت لك عليه اللي انا شفته في الفتره اللي انا اشتغلتها الموسم اللي فات. اتمنى ان شاء الله الجهاز الفني